بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأبنائي طلبة الصف الأول، أهلا بكم. النهاردة كده إن شاء الله هنتكلم على الفصل الثالث الدرس الأول، تحديد الجنس في الإنسان. كان العلماء يعتقدون حتى منتصف نص القرن الماضي أن الأنثى هي المحددة لنوع المولود. نوع المولود يعني هل هو ذكر أم أنثى. يبقى العلماء كانوا بيعتقدوا لحد منتصف القرن اللي فات إن الأنثى هي المحددة لنوع المولود، لحد ما تم اكتشاف أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود. يبقى إذن عند هنا مين المسؤول؟ قلنا اللي هو مين؟ الرجل. يبقى الرجل هو المسؤول عن تحديد مين؟ جنس إيه؟ جنس المولود. العلماء لو ان انواع الخلايا اللي هي موجوده في الانسان، احنا عارفين الانسان حاجه من الاثنين، يا اما ذكر يا اما انثى. انواع الخلايا عند، بالنسبه لانواع الخلايا عند اللي هي خلايا اللي هي موجوده في، انا بتكلم عن الانسان طبعا، خلي بالنا، عندي اول نوع عندنا اللي هي الخلايا اللي هي موجوده في انثى الانسان، والخلايا اللي هي موجودة في ذكر إيه؟ الإنسان. الأنثى والذكر. الأنثى والرجل. عند أول حاجة كده اللي هي مين؟ الأنثى. التركيب الصبغي بتاع اللي هي أنثى الإنسان عبارة عن 44 زائد إكس إكس. دي أي خلية في جسم الأنثى ما عدا طبعا خلايا المناسل، ما عدا اللي هي الأمشاج، هي بتحتوي على كام؟ على 44 زائد مين؟ اكس اكس. يبقى جميع الخلايا اللي هي جسدية في الأنثى عبارة عن كام؟ 44 زائد اكس اكس. طيب دول عبارة عن ايه؟ أول رقم اللي عندي ده اللي هو كام؟ 44. ال 44 دولت بسميها كروموسومات جسدية. يتفضل لمين؟ اتفضل الاثنين دولت، بسميها كروموسومات جنسية. يبقى عندي حاجتين، أول رقم بسميها كروموسومات مين؟ جسدية. الرقم الثاني اللي هو اكس اكس ده عبارة عن كروموسومات مين؟ جنسية. طيب الجسدية هنا كام قدامي؟ 44. طب الجنسية كام؟ زي ما احنا شايفين كام؟ 2. يبقى دولت عددهم 44 كروموسوم، إنما ده عدده كام؟ 2 ايه؟ كروموسوم. طيب لو جمعت الاثنين على بعض، 44 زائد الاثنين هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 46. يبقى مجموع الاثنين دولت اللي هي كام؟ 46 كروموسوم، وده اللي موجود في مين؟ في جسم ايه؟ في جسم الانسان. خلي بالنا احنا بنتكلم على مين دلوقتي؟ بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الانثى. بنتكلم على ايه؟ على الانثى. طيب لما اجي ابص كده زي ما احنا اتفقنا، احنا دلوقتي عندنا قلنا كام؟ 44 زائد مين؟ زائد اكس اكس. عند هنا زي ما احنا عارفين بيحصل انقسام، احنا اتفقنا ده موجود فين؟ في الخلايا اللي هي ايه؟ انثى الانسان. لما بيحصل للخليه ديت اللي هي عمليه انقسام بالنسبه دي اللي هي المناسل، يعني خلايا المناسل، طبعا خلايا المناسل بالنسبة للأنثى اللي هي عبارة عن المبيض، لما بيحصل له عملية انقسام، والانقسام طبعا هيكون انقسام ميوزي، انقسام ايه؟ ميوزي، هيديني مين؟ اللي هي حاجة اسمها الأمشاج. والأمشاج زي ما احنا عارفين بتحتوي على نص العدد ده، نصف عدد الكروموسومات، يعني هيديني 22 زائد اكس. يبقى هنا ده قسمته على 2 اهو،
ده قسمته على 2 اعطاني ده اللي هو كام؟ 22 زائد مين؟ زائد اكس، ودي اللي انا بسميها اللي هي البويضه. يبقى ده عباره عن مين؟ البويضه في الانثى تركيبها عباره عن 22 زائد ايه؟ زائد اكس. زي ما احنا شايفين برضك هنا الكروموسومات الجنسيه، احنا قلنا الاولانيه دي اسمها كروموسومات مين؟ جسديه. التاني ده بسميها كروموسومات جنسيه، بيكون متشابه فين؟ في الانثى، الاثنين شكل بعض، ده اسمه اكس وده اسمه ايه؟ اكس. طب نيجي بقى لمين؟ للذكر. الذكر عندي نفس الكلام، التركيب بتاعه عباره عن 44 بس المره دي زائد اكس واي. احنا قلنا الرقم الاولاني ده اسمه ايه؟ تمام، كروموسومات جسديه، والرقم الثاني ده اسمها ايه؟ كروموسومات جنسيه. طب في فرق بينها وبين الانثى؟ طبعا في فرق. الرقم الاولاني ده هنا كام؟ 44 اللي هي جسديه، وهنا كام؟ 44. يبقى ده متشابه، يبقى عندي كروموسومات. استنتجنا حاجه دلوقتي، ان الكروموسومات الجسديه متشابهه في الذكر وايه؟ والانثى، مفيش اي فرق. انما الرقم الثاني ده اللي هي بسميها الكروموسومات الجنسيه، هنا كان في الانثى اسمها ايه؟ اكس اكس، انما هنا في الذكر اسمها ايه؟ اكس واي. يبقى هنا ده غير متشابه، غير متشابه. يبقى هنا تاني مين المتشابه؟ الكروموسومات الجسديه متشابهه في الذكر والانثى، اما الكروموسومات الجنسيه مختلفه في الذكر عن مين؟ عن الانثى. طيب احنا قلنا عندنا هنا في حاجه اسمها برضك اللي هي خلايا المناسل، زي هنا كان في خلايا مناسل، برضك هنا في خلايا المناسل، بس المره دي هنا خلايا المناسل اللي انا بسميها اللي هي الخصيه. الخصيه ديت هيحصل برضك فيها برضك انقسام مين؟ انقسام ميوزي، تمام، وهتدينا برضك ايه؟ الامشاج. لاحظنا ان كان في الانثى كان بيديني نوع واحد من الامشاج، كان اسمها 22 زائد اكس اللي هي عباره عن البويضه. انما هنا الامشاج هيحصل هنا حاجه من الاثنين، يا يديني الاحتمال الاولاني 22 زائد اكس، او 22 زائد واي. يبقى عندي هنا بالنسبه للذكر في احتمالين، الحيوان المنوي يكون 22 زائد اكس، يا اما يكون حيوان منوي عباره عن 22 زائد مين؟ زائد واي. يبقى هنا في فرق بين اللي هي الخلايا اللي هي موجوده في الانثى والخلايا اللي موجوده فين؟ في الذكر. طب احنا دلوقتي اتفقنا ان كروموسومات اللي هي الجنسيه متشابهه فين؟ في الانثى اسمها اكس اكس، انما في الذكر اسمها ايه؟ اكس ومين؟ اكس وواي. طب هل الكروموسوم اكس بيختلف عن الكروموسوم واي؟ اه بيختلف. بيختلف عنه في ايه؟ بيختلف عنه في حاجتين، الحجم والجينات التي يحملها. يبقى عندي اكس بيختلف عن مين؟ عن واي، في حاجتين. يبقى عندي هنا يختلف الكروموسوم اكس عن واي في كام حاجة؟ قلنا في حاجتين، أول حاجة رقم واحد اللي هي نوع الجينات التي يحملها كلا منهما، والحاجة التانية الحجم. طيب حجم يعني ايه؟ دايما الكروموسوم واي بيكون أصغر من اكس، يعني من الكبير اللي هو اكس، يبقى اكس دايما أكبر منين؟ أكبر من واي. يبقى عندي من حيث الحجم قلنا مين اكبر؟ حيث ان الكروموسوم اكس ماله اكبر من كروموسوم مين؟ واي. طيب ناخد مثال كده عشان نفهم اكتر. المثال عباره عن ايه؟ نركز مع بعض في المثال ده كده. بيقول لي عند تزوج رجل بامرأة، لو احنا تخيلنا الرجل قلنا عبارة عن 44 زائد مين؟ اكس واي، ده اللي هو مين؟ الرجل. طب الأنثى 44 زائد
زائد ايه؟ اكس اكس. يبقى دي الانثى، دي العلامه بتاع الانثى، ودي العلامه بتاعت مين؟ الذكر. العلامه دي معناها تزاوج، تمام؟ طيب المفروض هيديني الامشاج، يا ترى الامشاج اطلعها ازاي؟ لما اجي ابص كده، هل الاتنين دول شكل بعض؟ طب هنا الاول عشان اطلع الامشاج يعني هاخد نص العدد، نص العدد هنا عندي كام؟ ده 22. طب هنا في احتمالين، يا اما تكون 22 مع مين؟ مع واي، يا اما 22 مع مين؟ مع اكس. يبقى عندي المشيج الاولاني هنا بالنسبه للذكر، زي ما احنا قلنا هنا في احتمالين، نفس الكلام اهو، 22 زائد اكس و22 زائد واي. طب هنا بالنسبه للانثى مفيش الا احتمال واحد بس، ان انا هاخد نص ده ونص ده، يعني 22 زائد اكس. طبعا دي بسميها البويضه، وده بسميه الحيوان مين؟ المنوي، وده الحيوان المنوي. طيب هنيجي اللي هو اف، اللي هو الجيل الاولاني، هعملها ازاي؟ هاخد ده مع ده. طب 22 مع 22 هيديني كام؟ تمام، 44. هنا ايه؟ اكس، وهنا ايه؟ واي. يبقى اكس واي، وهنا زائد. ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال التاني هاخد ده مع ده، 22 و22 هيدينا برضك 44، اكس زائد مين؟ زائد اكس. طب التركيب ده لو طلع عندي، يا ترى ده ذكر ولا انثى؟ تمام، ده عباره عن ايه؟ عباره عن انثى. طب ده 44 زائد اكس واي، ده عباره عن مين؟ عباره عن ذكر. يبقى دلوقتي هنا المسؤول عن تحديد الجنس مين بقى دلوقتي؟ هل الذكر ولا الانثى؟ طبعا مين؟ الذكر. طب ليه الذكر؟ علشان الذكر عندي فيه احتمالين زي ما احنا اتفقنا، الحيوان المنوي بتاعه يا اما 22 زائد اكس، يا اما 22 زائد مين؟ زائد واي. والله لو اتحد 22 اكس اللي هو الحيوان المنوي ب 22 زائد اكس اللي هي البويضه، هيديني ايه؟ انثى. هيديني 44 زائد اكس اكس، ده مع ده اداني ده. الاحتمال الثاني ان البويضه اللي هي 22 اكس مع 22 واي اللي هو الحيوان المنوي، هيديني في الحاله ديت مين؟ الذكر. اذا هنا المحدد للجنس، المحدد للجنس اللي هو مين؟ الذكر، وليست مين؟ وليست الانثى. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الذكر هو المحدد لجنس مين؟ لجنس المولود، علشان الجينات بتاعته فيها اللي هو كروموسوم اكس ومين؟ كروموسوم مين؟ واي. والجينات ديت هنا او الكروموسومات ديت هنا اللي بسميها كروموسومات الجنسيه، هي المحدده لجنس مين؟ لجنس المولود. طيب الكروموسومات اللي هي عند اكس واي ديت هنا بتعمل خلال فترة الحمل الأولى، الأشهر الأولى من الحمل، على تمييز اللي هي أعضاء التناسل عند الذكر أو الأنثى. يبقى عندي هنا كروموسوم مين؟ إكس أو واي، أثناء اللي هي أشهر الحمل الأولى، بيعمل على إيه؟ على تمييز أو تمايز اللي هي أعضاء مين؟ أعضاء اللي هي جهاز التناسلي. يبقى عندي خلال الأشهر الأولى من الحمل إيه اللي هيحصل؟ فأنا عندي بعد حوالي 6 أسابيع، 6 أسابيع من بداية الحمل، عندي اللي هو بيحتوي على كروموسوم اللي هو واي، عنده كروموسوم مين؟ واي. هيبدأ ينتج هرمونات، هيطلع مين؟ هرمونات. والهرمونات ديت أنا بتبدأ تنشط اللي هي المناسل، والمناسل طبعا بالنسبة للذكر اللي هي الخصية، علشان يكونني يتكون الخصيتين، وبعد كده بيبدأ يتكون مين؟ باقي اللي هو جهاز ايه؟ التناسلي. باقي الجهاز التناسلي في الذكر. تاني بعد دي قلنا بعد 6 أسابيع من بداية الحمل، بعد قد إيه؟ 6 أسابيع من بداية الحمل، بيبدأ الجنين اللي هو بيحتوي على مين؟ على كروموسوم إيه؟ واي. هيبدأ في إنتاج هرمونات، الهرمونات ديت أهو بتبدأ تنشط اللي هي أعضاء اللي هي المناسل، والمناسل طبعًا في الوقت ده ما كانتش لسه اتكونت،
علشان تتكون ويكون لمين اللي هي الخصيتين. بعد كده بتبدأ تتميز وتبدأ تدينا التفاصيل بتاعتها ويكون لمين اللي هو ايه الجهاز التناسلي ايه الذكري. ده بالنسبة لمين؟ للذكر. اما بالنسبة للأنثى بيكون المدة اكبر شوية، حوالي ضعف المدة ديت، يعني بعد حوالي 12 اسبوع من بداية الحمل ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ ان اللي هي الجنين برضك الذي لا يحمل الكروموسوم واي، يعني بيحمل الكروموسوم اللي هو اكس، هيعمل ايه؟ هيطلع لي برضك في افراز اللي هي هرمونات، والهرمونات ديت ان هتبدأ تنشط وتكون مين؟ المبيض او المبيضين عند الانثى، وبعد كده بتبدأ تكون الجهاز التناسلي الأنثوي. ده بعد قد ايه قلنا؟ بعد 12 أسبوع من بداية مين؟ من بداية الحمل. في بعض الحيوانات ربنا خلقها، احنا اتفقنا هنا دلوقتي بالنسبة للإنسان المحدد للجنس اللي هو مين؟ اللي هو الذكر، سواء أنثى أو إيه؟ أو ذكر، جنس المولود يعني. في بعض الحيوانات، في بعض الحيوانات، الحيوانات ديت زي اللي هي السلاحف المائية، السلاحف ايه؟ المائية، لما تيجي الأنثى تضع البيض بتاعها، لو افترضنا دي التربة، الأنثى ده سطح التربة، الأنثى يا متى تضع اللي هو البيض بتاعها بالقرب من سطح التربة، يا متى تضعه على عمق كبير من سطح التربة. طب لو هو قريب من سطح التربة هيكون هنا بيتعرض لحرارة عالية، حرارة الشمس، وبالتالي هنا البيض ده لما بيفقس هينتج إناث أنثى. الكلام ده اللي هو إيه؟ بالقرب منين؟ من سطح التربة. إنما لو هو على عمق كبير من سطح التربة ودرجة الحرارة بتاعته اللي هي بتوصل له بيكون أقل، في الحالة ديت إن هينتج إيه؟ ذكور. يبقى تاني هنا العامل المحدد هنا لنوع الجنين هنا اللي هي مين؟ درجة الحرارة. يبقى عندي هنا العوامل البيئية ممكن تكون هي المحددة لنوع الجنين، زي قلنا السلاحف المائية، المحدد لنوع الجنين هنا درجة الحرارة، قلنا ازاي؟ قلنا البيض اللي هو قريب من سطح التربة بيتعرض لأشعة الشمس وبالتالي هنا بيكون حرارته أعلى. هنا اللي بينتج عندي هنا البيض بعد ما بيفقس بيديني مين؟ إناث. أما البيض اللي هو على عمق كبير تحت سطح التربة بيكون درجة حرارته أقل، وبالتالي هنا البيض لما بيفقس بيديني مين؟ بيديني الذكور.